تسقط تسقط بس تسقط 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 بس تسقط تسقط بس. والآن مع الرفيق ياسر عرمان الأستاذ ياسر عرمان الأستاذ ياسر عرمان رجل غني عن التعريف فليتفضل الآن في كلمة موجبة. حرية سلام وعدالة حرية سلام وعدالة حرية سلام وعدالة. أولا أنا بحييكم وبحيي كل الناس الموجودين وبحيي الناس اللي نظموا هذه الوقفة وبحيي برضو الناس المتضامنين معكم من الألمان وبحيي الأطفال الموجودين وبحيي النساء على وجه التحديد في أنتم دائرين تأدوا مهمتكم دي بسرعة هقطعوا رأس الشيطان أول حتى بعد ذلك تحلقوا له. فالشعب السوداني الآن حيقطع رأس الشيطان وحيشيل الشيطان كله. تسقط تسقط بس. ونحن حينما نقول تسقط ما بنعني سقوط البشير فقط بل بنعني كل النظام بتاع البشير وبنعني تحول جديد وبنعني إنهاء الحروب في السودان في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وبنعني إقامة دولة المواطنة بلا تمييز وبنعني دور جديد للمرأة السودانية وبنعني دور للشباب السوداني. ما حدث في السودان ده ثورة حقيقية وثورة قاموا بها الشباب والطلاب والنساء والأطفال والشيوخ وهذه الثورة ملك للجميع ليست ملك لحزب وليست ملك لجهة وليست ملك لمنطقة. هذه الثورة من أجل كل السودان. هذه الثورة لإقامة دولة المواطنة بلا تمييز لإقامة الديمقراطية والسلام العادل وهذه الثورة لكي تعودوا جميعا إلى أرض السودان وأنتم مواطنين في ألمانيا وفي السودان لتبنوا السودان من جديد وهذه الثورة من أجل بناء السودان الجديد. هذا ما سيحدث في السودان. هذه الثورة لن تتوقف وما حدث هو كان عمل ضخم وكبير وجاب جيل جديد من السودانيين وجاب جيل جديد من الشباب ونحن الآن الأجيال اللي وصلت الناس اللي وصلوا مستوى من العمر زينا كده والناس اللي قبلنا الآن نحن مطمئنين اطمئنان كامل وكافي إن الشعب السوداني عنده مستقبل وبعد الآن لن نكون قبائل ولن نكون أغاليم ولن نكون عرب أو أفارقة أو مسلمين أو مسيحيين إنما نكون سودانيين أولا. الذي يجمعنا هو السودان. فيما قاله